ينطلق يوم غد مؤتمر بوابة الخليج برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وذلك بمشاركة واسعة من المستثمرين العالميين وقادة الأعمال من عدة قطاعات حيوية هامة. دائما ما يمر الاقتصاد العالمي بالعديد من المنحنيات التي تقتضب مسيره نحو الاستقرار الذي يقاس عموما باستتباب أجواء المؤشرات المالية لمختلف المؤسسات التجارية الدولية الكبرى وأخرى الاستثمارية منها أيضا كتلك التي تنحصر ضمن نطاق كبرى الدول الاقتصادية التي تتنوع فيها مصادر الدخل بشكل لا يمكن حصره. لغة المال والأعمال لا يمكن إتقانها إلا إذا اجتمعت الأدوات والأساليب سوية لتعبد الطريق أمام سياسة اقتصادية مثلى تعي كيفية وضع النصوص النظرية في قالب عملي يطبق حرفيا ما أجيز إنفاذه من استراتيجيات مالية لا تتمارى حولها الظنون في قدرتها على حصد الكم والنوع من منتجات استثمارية تصب في صالح الناتج الإجمالي لأي دولة ترتجي صلاح بنيانها التجاري وثبات اسمها على خارطة كبرى الدول الاقتصادية. مؤتمر بوابة الخليج الأول من نوعه والأكبر على مستوى الخليج العربي يأتي وقد نجح في جذب أكثر من 13 مؤسسة حكومية إقليمية واستطاع لأهميته في استقطاب ما يزيد على 500 مستثمر عالميا وقادة أعمال من عدة قطاعات من ضمنها قطاع النفط والغاز وقطاع العقار والسياحة والإسكان والطاقة والمياه والنقل والأشغال العامة والتصنيع ليضع بين أيديهم عديد الفرص الاستثمارية التي خلقتها التحولات الاقتصادية في منطقة الخليج العربي، غير غافل عن طرح الميزات الآتية التي يمكن قطفها عبر نافذة الوصول المباشر إلى السوق الخليجية الزاخر بقافلة طويلة من المشاريع الجاهزة للاستثمار في المنطقة التي تبلغ قيمتها 18 مليار دولار أمريكي، مبشرا في حلول مشاريع استثمارية أخرى لا زالت ضمن مرحلة التخطيط. من المؤكد أن مفعولها المالي سيزيد من قيمة المشاريع الإجمالية إلى ما يقارب من 26 مليار دولار أمريكي. مؤتمر بوابة الخليج الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية سيعمد إلى تقديم النماذج والمشاريع الاستثمارية الناجحة في البحرين التي خطت بأحرف من ذهب لترتسم على محيى القطاعين العام والخاص الحاضن لمتنوع المجالات الحيوية التي تضمها المملكة والتي تبلغ من القيمة الإجمالية ما ينوف على 32 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير وواضح في تحقيق أولى الخطوات نحو نمو اقتصادي مستديم على المدى البعيد. جلسات نقاشية عالية المستوى وأخرى استثمارية ستتكفل وعبر أهم القادة المؤثرين من الهيئات الحكومية والمؤسسات الاستثمارية العالمية والصناديق السيادية والشركات متعددة الجنسيات باستعراض أهم العناوين البارزة التي تتمحور حول سبل الوصول إلى الفرص الاستثمارية الجديدة في منطقة الخليج تحديدا، فضلا عن مناقشة التحديات واستطلاع السبل للكشف عن إمكانات دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة مختلف الاختلالات التي قد تؤثر على إتمام المشاريع الاقتصادية الكبرى في عديد القطاعات الهامة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.